السؤال واش ولا بتخصك تقرا الموسيقى ولا تقدر تلعبها غير هكذاك؟ الوغ الموسيقى الا قريتيها راه ما يمكنش ليك تبدع، كيخصك ديما تحط الورقه وتبقى تتابع. الا مشات طاحت لك الورقه اولا داز محداك شي واحد وطاحت لك الورقه هزك الماء وضربك الضو. ولكن كاينين ديزافونتاج الا كنتي قاري الموسيقى، كنتي مسافر كنتي مريح شي قهيوه اولا كنتي كتبحر ليا في البحر وطاح عليك شي كومبوزيسيون اولا شي ارانجمون، ديك الساعه اشنو كدير؟ كتجبد ستيلو ورقه كترسم للطابلو ديال الموسيقى وبدا تكتب 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 حتى كتسالي الاغنيه غير ستيلو ورقة. هاديك الوقت ما كانش البورتابل، اليوم عندنا كل شيء. إذا طحت علي أنا شي فكرة كنهز البورتابل وندير غنيها كيما بغيت هاي عندي، أولا كنكون في داري كنمشي ديريكتومون كنتلاح لورديناتور كنسجل أفكار وكنحطهم. دونك ملي كتكون كتقرا الموسيقى كتولي كتلعب بحال غير كتملي، كتولي لا سيبكونسيونس يعني العقل الباطن هو اللي خدام، هذاك الدماغ اللي ما كيفكرش هو غير كيسجل بحال شي كارت ميموار اولا ديسك دور. العكس ملي كتكون لعبها انت كموهبه اولا بالاذني كيولي ديك الساعه لو سيرفو انتيليكتويل يعني العقل الذهني هو اللي كيكون خدام، كتبدا تعطي كل شيء من قلبك. إلا ما قريتيش الموسيقى راه ماشي هي المعنى ديالها راك كتلعب عشوائي، راه بزاف ديال لي ستار عالميا كيلعبوا الموسيقى وما عمرهم ما قراوها. Do you read music? No, not at all. You don't read music? I don't know. Have you got a problem with that? Vous avez jamais appris une partition, jamais. Ah, jamais. Solfège? Ah, bah non, je fais donc, semblant de lire. À l'oreille.